أهلا بكم. في هذه الفقرة نستعرض المشاركات المميزة التي يرسلها إلينا المواطنون الصحفيون من خلال تحميل تطبيق أنا أرى، حيث يوثقون الأحداث بالفيديو والصورة ويرسلونها إلينا أينما كانوا حول العالم. نبدأ فقرتنا مع فيديو أرسله لنا تركي عبد الله من السعودية عن تسرب المياه داخل البيوت في حي الفلاح بالرياض بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها قبل أمس. نتابع. هذه المويه داخل البيت، هذه المويه داخل البيت، الكلى هذا المطر، وهذه المويه داخل البيت قاعده تدخل من الابواب، ولا مجيب ولا رقيب ولا حسيب. وبالانتقال الى الصور، ومن ليبيا ارسل لنا سامي علي صوره تعبر عن الطرق البديلة التي استخدمت لتهريب السجائر داخل سرت عن طريق الحمام الزاجل بعد أن منع تنظيم داعش دخوله أو بيعه. وبالانتقال إلى الجزائر، أرسل لنا أبو بكر العربي صورة لأطفال تيمياويين بمقاطعة برج باجي مختار حامينا شختار حب عليها نريد الماء والأمان. وأخبرنا أبو بكر أن هناك جمعية حقوقية حاليا تفند ادعاءات سلطة المقاطعة بأنها لم تقصر. ولا نزال في الأجواء الماطرة في السعودية، حيث أرسل لنا حسين جندلي فيديو لمحافظة الداير التابعة لمنطقة جازان والتي شهدت هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها معظم أودية المحافظة. نشاهد. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية. وسنستعرض أهم مشاركاتكم في فقرة أنا أرى. إلى اللقاء.